السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حبايبي، يا رب تكونوا جميعا بخير بإذن الله. النهاردة هنعمل العيش الريح التحفة ده من غير ما نريحه خالص. نشوف بقى طريقة التسوية وهنشوف طريقة العجن، وأهم حاجة إن العيش من فوق بصوا بيلمع وحلو قوي إزاي، حاجة كده خطيرة، وطعمه بقى يتاكل كده حاف من غير أي حاجة، تاكلي بيه بقى جبنة بيحل الحاجة اللي أنت بتاكليها معاه بصراحة، بسم الله ما شاء الله، وحاجة نظيفة وكمية بسم الله ما شاء الله حلوة جدا من كيلو من الدقيق. يلا بينا نشوف طريقة العجن، وهقول لكم بقى على كل التفاصيل في الفيديو بإذن الله. معايا هنا كيلو من الدقيق، والدقيق ده لازم تنخليه، تمام؟ اللي سألوني عن المنخل اللي معايا ده تقريبا كنت جايباه ب20 جنيه، هو منخل صغير كده بس حلو جدا وناعم، منخل حرير، ده اسمه منخل حرير. هحط على كيلو الدقيق كده ذرة بسيطة من الملح، ومعايا نص كوباية من المية الدافية، عليهم معلقة صغيرة وممسوحة من الخميرة الفورية، وعليهم معلقتين صغيرين من السكر، وهقلبهم كده. هشوف بس الخميرة معايا نشطة، الخميرة زي الفل، ببدأ اني احط ايه خليط الخميرة، طبعا هو السكر مش كتير، هي معلقتين صغيرين بس من السكر. بصوا بقى طريقة العجن، ودي مهمة جدا جدا عشان ما تتعبيش في العجين نفسه. ببدأ ان انا على الوش كده بصب المية، المية دي مية دافية، احط شوية المية زي ما انتم شايفين، وببدأ اني الم كده اقلب كده من على الوش، وبرجع احط كمان شوية. طبعا هنا لازم الكل اللي حواليك لازم يشاركوكي، تمام؟ ببدأ ان انا اقلب كده العجين من على الوش، باخد الدقيق من تحت كده وبقلبه بالشكل ده. دي اسهل طريقة لعجين عيش الريح عشان ما تتعبيش، لان هو طريقته غير طريقة العجين التاني، تمام؟ لان العجينة بتكون لينة. خلاص حسيت ان العجينة معايا لينة كويسة، على فكرة في ناس بتخليها لينة اكتر من كده، بس انا مش عايزاها، مش عايزة العجينة سايبة قوي عشان اقدر ان انا اتحكم فيها وانا بفردها، تمام كده؟ وبالذات لو انت كنت اول مره تعملي عيش الريح ما تخليهوش لين قوي عشان تقدري تتحكمي في العجينه نفسها. حطيت بصوا هي حبه الميه الصغيرين دول بيساعدوني على العجن، برضو بشد العيش بمسك العجينه كده وبمطها لفوق وبقى ايه بلتها بالشكل ده. لو هتلاحظوا كده في اول العجين ان هو ايه مفتفت شويه، مش متماسك كله مع بعضه، العجينة مفتفتة شوية مش متماسكة، بشد العجين وبقوم رايحة ضربها، وهكذا بشد العجين بمطها واضربها كده هكذا، تمام؟ لو لاحظت ان العجين بتلزق قوي في ايدك هتبدأي تحطي بس كده ايه معلقتين مية صغيرين يساعدوكي على ان انت تمسكي العجين كويس. الطريقة دي سهلة جدا ولذيذة وحلوة، ويعني هتحبوها، يعني ما تقلقوش هي مش صعبة ولا حاجة. حط شوية مية صغيرين قوي، تقريبا معلقة مية بس، عشان اقدر ان انا امسك العجين وامطه كده. كل شوية هتلاقي ان العجين كله بيتماسك مع بعضه، يعني العجينة مش هتكون مفتفتة منه. حلوة جدا، بصوا هتمسكي العجين وتمطيها وتخبطيها كده، تمام؟ تعالوا بقى، انا فضلت كده تقريبا ممكن 7 دقايق اعمل الحركة دي. بصوا هتلاحظوا حتى كمان ان العجين بدأ يتماسك، وبدأ كله بصوا يكون كتلة واحدة مع نفسه كده. انت هتلاحظي ان العجينه بقت يعني ناعمه معاكي في ايدك، كلها بقت متماسكه كتله واحده، مش هتحسي ان هي مفتفته. كل ما تعجني العجينه كويس تكون معجونه كويس هتكون نتيجه العيش حلو جدا، وهيريحك كمان وانت بتخبزيه. غطيته طبعا، ولازم تسيبي العجين ده يخمر وخمر معايا وبقى زي الفل. بجيب بقى كده ايه بحط رده كتير، كتري من الرده عشان العجينه بتبقى سايبه خالص عشان ما تلزقش في الحاجه. بجيب كده طبق فيه شوية مية، ببل بس ايدي بس كده مية، مش كتير، مش بدلق مية كتير، لا ببل بس ايدي مية عشان اقدر ان انا اتحكم في الرغيف. طبعا انا هقطع العجين هنا قطع صغير، يعني مش يعني بصوا تقريبا قطعت الكيلو ده 13 رغيف على ما اعتقد او 14. بصوا الرغيف ايدي نظيفة اهي، بحاول ان انا اقطع كده، بخلي الرغيف ده حجمه متوسط، ما هوش صغير قوي وما هوش كبير قوي، تمام؟ باخد كده حتة وبحاول اخلي كل القطع او الكرة كلها قد بعضها. ببدأ ان انا الم الرغيف كده، بصوا طبعا طراطيه في ايدي كده بالمية عشان الحاجة ما تلزقش معايا، وانا مش مسرعة الفيديو ولا اي حاجة عشان تقدروا ان انتوا تشوفوا انا بعمل الرغيف ازاي.
وبقوم رايحة حطها على الردة بالشكل ده، باللي بس اطراف صوابعي بالمية. وزي ما انا قلت انا العجينة مش مخليها سايبة قوي، يعني مخليها متماسكة لحد ما، يعني في ناس بتخليها سايبة اكتر من كده. شوفوا بقوم رايحة لما العجينة بالشكل ده، وهي سهلة مش صعبة، يعني لو جربتوها هتلاقوها سهلة. ببل بس ايدي، مش بحط مية كتير عشان اقدر ان انا احط الرغيف يكون شكله كده دائري وشكله كده جميل. خلاص كده بالشكل ده هخلص بقى بقية الكمية بالشكل ده. بعد ما بقطع العجين، العيش ده ما بتغطاش لان الوش بتاعه بيبقى بيلزق، هيلزق اي حاجة لو اتغطى بيها. على طول بولع الفرن وببدأ ان انا اخبز على طول تقريبا 5 دقايق 10 دقايق. بصوا انا يدوبك بقطعه وبعد كده بولع الفرن، بيكون ال10 دقايق خلصوا. يعني ببدأ ان انا اخد رغيف رغيف، والردة طبعا بتساعدني. جايبة طبق هنا فيه معلقتين كبار من الزيت، المعلقتين دول هيكفوا الكمية كلها، يعني اللي هو الكيلو الدقيق دول. تمام، باخد الرغيف بالشكل ده، ببل صوابعي اطراف صوابعي مش كتير، بس زيت بسيط عشان يساعدني ان انا افرد الرغيف بالشكل ده. انا مش عايزة استخدم الدقيق، تمام، انا عاوزة استخدم كده الزيت. الزيت ده قطرات بسيطة بيخلي يعني لمعة حلوة قوي على وش الرغيف، بيخليه كده شكله منور وجميل، بيلمع كده وبيبقى حلو بسم الله ما شاء الله. لو انت هتستخدمي الفرن الغاز زي كده، لازم في الاول مرة تحط رغيف واحد بس على بال ما تظبطي الفرن. من تحت بيكون هادي ومن الجوانب بيكون عالي بالشكل ده عشان العيش كله ينتفخ كده بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين. لو انت بقى هتستخدمي فرن البوتاجاز ممكن تستخدمي، بس هتولعي الفرن نفسه وهتولعي الشواية مع بعض. هتبدأي ان انت تفردي الارغيفة كلها مرة واحدة عشان ترتاح، كل ما العيش يرتاح، لان فرن البوتاجاز غير الفرن ده. وهتاخدي العيش رغيف رغيف وهتحطيه فوق الشعلة مباشرة، ما فيش دقيقتين كده على بال ما يبدأ ان هو يعني ينتفخ، تاخديه وتطلعيه على الشبكة تحت الشواية. يعني فرن البوتاجاز لازم يعني الفرن لازم يكون مولع والشواية كمان تكون مولعة، ولازم درجة حرارة الفرن الفعلية بتاعت البوتاجاز بتاعك بيكون عالي، ما يكونش هادي. تمام كده، والعيش هيطلع معاكي زي الفل ان شاء الله. نبقى نعمله مرة تانية في فرن البوتاجاز. بصوا بقى العيش شكله حلو وبيلمع من فوق ازاي، وكله كده منفوخ بسم الله ما شاء الله، حلو جدا وطري وجميل. كيلو من الدقيق تقريبا الكيلو ب15 او 17 جنيه، على ما يعني تقريبا، يعني العيش حلو قوي. عملنا حجم الرغيف ده حلو جدا، احل ونضيف ونخلينه، تاكليه كده وانت مغمضة، مش زي العيش اللي احنا بنشتريه خالص. حاجة اللي احنا بنعملها على ايدينا اول حاجة بتبقى نظيفة، بنكون عارفين يعني نخلينها ومزبطينها، بتبقى نظيفة جدا وكمان بتبقى موفرة في الغلاء اللي احنا فيه. جربوا العيش بالطريقة دي وهيعجبكم قوي. طبعا احنا عملنا طعمية، بصوا بقى العيش قلب العيش من جوه حلو ازاي، خطير خطير. العيش ده تكليب جبنة، تكليب بطعمية، تكليب فول، تكليب ببطاطس كده مهروسة كده بتوم كده، بيبقى روعة، خطير حلو. العيش يتاكل كده من غير حاجة. حبيبتي لو الفيديو عجبك ياريت لايك وشير واشتراك في القناة، وتقولي لي رأيك في الفيديو ايه. وفي الختام بقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.